إريك ديفيز أستاذ في جامعة ولاية نيوجيرسي الأمريكية. تشكل هذه الهجمات سبباً إضافياً لإسقاط الدولة العميقة في العراق. يقتل مدنيون أبرياء لتعزيز وإشباع جشع وكلاء إيران في العراق. ليس للهجمات هدف آخر، وهي تؤذي العراق فقط. باربرا سليفين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي: نحن أيضاً في العراق لأننا نشعر بالحرج، لقد أحدثنا فوضى هناك بدءاً بفرض عقوبات صارمة في عام 1991 وصولاً للغزو عام 2003. إذا حولنا هذه البلاد إلى ساحة معركة بيننا وبين إيران، فسيصبح الوضع أسوأ. لورا روزن، كاتبة في موقع المونيتور: أتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق برغبة ترامب في إعلان إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من العراق في إطار حملته الانتخابية، وقد تكون نتيجة تقييم أمني أمريكي بأن السفارة ستكون عندئذ أكثر عرضة للخطر. رمزي مارديني، باحث في جامعة شيكاغو الأمريكية: يعكس التحذير رغبة ترامب في الخروج من العراق وسوريا والتخفيف من مخاطر سيناريو شبيه ببنغازي من أن يقوض مصالحه الانتخابية، ويعكس أيضاً رغبة بومبيو في استخدام التهديد لزيادة الضغط على الحكومة العراقية لقمع الميليشيات المدعومة من إيران.